السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. حل اختبار الفصل الأول في اللغة العربية بطريقة سهلة، تجدون الرابط في صندوق الوصف. نبدأ أولا مع قراءة النص. عندما كنت صغيرا سألت جدي: ماذا تخبئ في صندوقك الخشبي يا جدي؟ فأجاب: كنز لا يقدر بثمن يا بني. ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه كي أرى ذلك الكنز الثمين، لكنني لم أجد سوى كتابة وحفنة تراب. خفق قلبي بقوة وركضت إلى جدي صائحا: لقد سرق اللصوص كنزك يا جدي. اقترب جدي من الصندوق ونظر بداخله، ثم ابتسم قائلا: لا يا بني، لم يسرق اللصوص شيئا. صحت بأعلى صوتي: ألم تقل إنك تملك كنزا ثمينا جدا؟ ضحك الجد وقال: وهل هناك يا بني؟ في العالم أغلى من الكتاب وتراب الوطن. كتاب يحوي ذررا من تاريخنا العقيق وتراب يفوح منه عبق الوطنية. وشكر الله القائل حين أنشد: وطني وطني غالي الثمن، نفسي مالي روحي بدني، وأنا الحامي لك من لك في المحن، لتعش حرا طول الزمن. أنهينا قراءة النص، ننطلق الآن إلى البناء الفكري. هات عنوان مناسب للنص. عنوان للنص: كنز لا يقدر بثمن. ما هو الكنز الذي لا يقدر بثمن؟ الكنز الذي لا يقدر بثمن هو العلم والوطن. هات من النص مرادف الكلمتين، ثم وظف كل واحدة منهما في جملة مفيدة. القديم، الغالي. مرادف قديم: عتيق، تاريخ الجزائر عتيق. الغالي: الثمين، يملك الصائغ مجوهرات ثمينة. ممتاز. البناء اللغوي: اعرب ما تحته خط في النص. اعراب: الاعراب صغيرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. يسرق فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. كنزا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اثنان، استخرج من النص اسم إشارة. ذلك. فعل مجرد. سأل. جمع تكسير. نصوص. حول الجملة الآتية إلى الجمع: ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه كي أرى ذلك الكنز الثمين. التحويل: ركضنا إلى الصندوق وفتحنا غطاءه كي نرى ذلك الكنز الثمين. علي سبب كتابة الهمزة في كلمة قائلا: تكتب الهمزة في كلمة قائلة على النبلة لأنها مكسورة وناقص حرف مد ألف. الوضعية الإدماجية: الوطن هو الأرض الطيبة التي نعيش عليها ونتضلل بسمائه الصافية ونرتزق من خيراته، فلا عجب إذا أحببنا ولا غريب إذا ألفناهم، ولا عجب إذ تفانينا في خدمته وافتخرنا بالانتماء إليه. التعليم: في فقرة من 10 إلى 12 سطرا تحدث عن حبك لوطنك وكيفية مساهمتك في بنائه واعتزازك به، وواجبك نحوه موظفا فعل من الأفعال الخمسة. الوطن كلمة صغيرة المبنى لكن معناها كبير جدا، وقد وهبنا الله وطنا من خير الأوطان. إن الوطن أمانة بين أيدينا، وهي كأم لنا يرعانا ويسقينا ويكسينا. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ لذلك يجب أن نطوره بالعلم والعمل والجد والمثابرة، لأن وطني من أغلى الأوطان، وطني الجزائر الذي ضحى من أجله 1.5 مليون شهيد بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم، لذا من واجبنا الحفاظ عليه. تقول الحكمة:
الوطن شجرة طيبة لا تثمر إلا في أرض التضحيات. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.